شنو شايب غادي ندوزو هاد الفيديو سيلونسيوز؟ سوا مترو ميسا. سوا مترو ميسا. سير اخويا. علاش حيت الجلابه هي اللي تكلم خاص محمد. بلا ما نهضرو دابا. موصلين ارماني، نوريه اليوم عاوتاني، موصلين ارماني، الجلابه ديال بيس كتبقى حضور يا سيدي محمد، الكريب بريسيوز. بالحجر شواروفسكي، الابي، الكنز، شي حاجه اللي ما كايناش. اه يافي. ها هي. شو واش كيتحيدوا واش ما تكذبش ليا على الكليان. محمد هذاك مسودي معاه. والو تقول. انا عيط لها بوكلان وموحال واش حيدو نزيدك عاوتاني حاجه اخرى محمد درنا لهم واحد العبار هنا انا عاوتاني نوريهم كيفاش العبار اللي ما كيديروش شي واحد درنا لهم 3 متر هنايا نورمالمون اختي جلابه كتخرج غير في 2 متر ونص علاش درنا 3 متر هنا باش في العرض ديالها متر ونص بحال تيبغي ديري من نشاط راك ديري من نشاط باش يمشي لك مع الجلابه ديال كريب بريسيوزا تلبسي غير بوحديتو وفي نفس الوقت ملي تبغي تلبسي عاوتاني حضور راك تلبسي بحال هكا عاوتاني دو بياس بالشهر الثمن ديال اخو محمد راه هو 600 درهم ولا بغيتي اختي ديرها تاتك شيطه بصحتك وراحتك انا درت لك العبار كبير فيها الوينين زوينين والثمن حتى هو كذلك الثمن زوين هي راه حتى 1000 درهم هذه ولكن حنا ما كنديروش داك الثمن كندير لك الثمن اللي هو معقول غتلبسي جلابه الحضور باحسن ثمن 600 درهم جلابه وفيها الشال ديالها لاصق فيها انا كيف سرحت لك اسمح محمد خويا ها هي ونزيد بغيت نقول واحد الملاحظه اخرى اسمح محمد انا درت هذا التركو هذا يعني مشيت على هذا الاختيار اختي كيبقى عندك الحق تختاري في الدوبلور هنا يعني هذا الكريب هذا تختاري اللون اللي بغيتي تقدري ديري هذا الفي رويال تقدري ديري الفيشيا وتقدري ديري عاوتاني لون الارض بلون كاسي لون في اللون بغيتي ديري التركو ها هو درتو لك دابا وريهم اللوينات اخو محمد واللي عجبتك قول لي سرح غادي نسرح هكا كلهم زوينين اخو بشير كلهم زوين انا الثوب هذا حمقني هذا موسلين جورجيت هذا موسلين جورجيت ارماني ارماني وفي هاد الحجيره هذا ديال شواروفسكي ابي ما كيطيحوش كاع وتا الكارناج كارناج واعر اخويا وحتى هاد السواقه ديال الكشاغيل هادي ما ديما محبوبه هادي اخويا وهاد موسلين جورجيت هذا راه كيبين يعني ماشي هذاك الساتا اللي كنقول لك هذا راه موسلين يعني ترونسبارون كيبين في حالة كيف كنقولوا الدولور بغيت تلعبي تابع هذه هاد الباج درنا مثلا مع الفي رويال والمارو بغيتي ديري لون الارض عاوتاني باج ولا مسكين راه تمشي لك معاه بغيتي ديري تال الفي رويال راه يمشي لك معاه وانت اللي باغا تستغل كتقول لك انا بغيت الجلابه الحضور اختي انا عطاك العبار كبير انا فكرتي تا تكشيطه بغيتي تكشيطه خفيفه زوينه راه كذلك تجيك تكشيطه حيت فيها 3 متر داك اللي غنديرو الشال ندخلو في اللبسه وندير تكشيطه ولا بغيت دير الكريب من الفوق وهذا من التحت حتى هو راه غادي يجي حتى هو ممكن حتى هو كذلك راه كيجي هادو من اللوينات واللي بغى ماشي لون مثلا ما ارتاحش للدور نختار عندك الحق تشونجي كذلك بحال هذا مثلا بغيتي ندير لك المارو مع ذلك رانا درتو لك ليه هنا راه درت لك التركو بغيتي ديري الباج طاب ولا ديري المارو راه ممكن بغيتي ديري التركو ها هو كاين بغيتي ديري لون الارض كذلك بحال هذا الفير رويال عاوتاني كذلك بلون كاسي درنا هذا على حساب هذا القفطان بغيتي ديري عاوتاني البيض هنا عروسه او حاجه او معروضه راه يصالح لك هذا التجليبات الاكثر ديال المراه كلهم حضور يعني كلهم سواريات كلهم ديال المناسبات هنا رشيش من اللون درت شويه عاوتاني سمع خويا اللون اللي درت هنا ولا بغيت ندير الفيشيا عاوتاني ما عجبكش هذا اللون كتقول لي خساره دوماج ما دارش ليها الفيشيا راه بغيتي حتى الفيشيا راه كاين كذلك اللي كيمشي على هاد اللوينات كاملين اخو محمد هذه عاوتاني زواق اخرى هذه هي حلوه حلوه بزاف هذه عامره هي كلها يعني فلاور طروات ديت هي اخر ما كاين في لاموسلين ارماني العبار ديالها هي كذلك كيمشي بحال بحال اخرى يعني هي 3 متر بالنسبه للوينات اللي كتشوف فيها راه فيها الغوزانديا وفيها الفيشيو وفيها لو جون وفيها الفير انيس يعني فيها بزاف اللوينات كتختاري اللون اللي اختاريتي انت انا مولاي التركو عاوتاني نقدر ندخل به لوينات اخرين كيف كتشوفوا معايا هنا مثلا غوز مرتديلا او التركو انا درت هاد لوفي غادي يعني باش نحاول نقول لك راه يعني راه بزاف الوان اللي كيمشيو مع هادي ماشي غير واحد اللي كندير انا كيبقى مفروض هذا السومون نقدر ندير ليه الغوج بغيك عاوتاني نقدر ندير ليه داك الفار الزيتي تاهو كيف كتشوف معايا نقدر ندير ليه الباج اللي هو لون الارض الام هذا عاوتاني مطارد التركو عاوتاني بدلت ليه الدوبلور هذا راه هو هذاك يعني كنغيرو غير القفطان تركوا جلون في اللون هذه عاوتاني خاص محمد زواق اخرى هذه هي حلوه بزاف هذه الجلابه اللي بغيت نقول لك اخا محمد هذه ايفازي كتجي الزواقه ديالها في الجلاب صبر معايا نسرح لك تشوف هذه كيف كنقولوا درت الكري ولا بغيتي ديري شي في رويال ولا شي حاجه اخرى في اللوينات اللي كاين فيها كيمشي مع هذه اللي بغيت نقول خاص محمد الزواقه كتكون تحت باينه اخويا باينه هذه كتكون جلابه ايفازي يعني كتجي غير في الجلال ديالها وفي راس الكم هاد الزواقه هي كذلك فيها لوينات ونزيد لك هذه سمعت خويا هذه هي كذلك الموب هذه بالابي هي كذلك مضروبه بالحجر وتا هي ايفاز يعني الزواق ديالها كيكون في الجلاب وفي راس الكم ممكن تجي تا لبسه كاع بغيتي ديرها لبسه والثمن ديالها راه هو 600 درهم وخليونا لي كومونتير ديالكم تما كل جيم والبارطاج كيهمونا بزاف بزاف وكتهمنا راحتكم وكيهمنا الراي ديالكم وكيهمنا الذوق ديالكم ديما كنقلبوا على ما احسن وباقل ثمن وماشي بحال شي وحدين اللي كيبيعوا في التوب ما عرفتش العبار ديالو شنو هو وكيقولوا شي حاجه لا اله الا الله انا واش كاع كنحشم نطلع لهم جوهره 3 متر كاين شي جوهره كتخرج 3 متر اينشتاين هذا وغارق الامر في متر 20 في العرض عمي هذا راه شوفيه دغادو سوا
لا ماشي مشكل باش نعطيهم اللون اسمح ياك خويا صافي عمي شكرا.